السلام عليكم ورحمه الله. المهم اسمي محمد راضي الليلي، كنت صحفي في الاذاعه والتلفزه 14 سنه، من مواليد مدينه كريميم. في 2013 تعرضت للطرد من التلفزيون بدون اي سبب، فقط لانه كاينين اشخاص اللي داخل التلفزيون عندهم حسابات معايا، خاصة واحد الشخص اللي هو اسمه فيصل العريشي، اللي هو حاليا يعني يحكم في الإعلام العمومي المغربي ككل، يعني يحكم في دوزام ويحكم في الأولى ويحكم في قناة العيون وعنده نفوذ كبير. 2013 طردت، تقطع لي الصالير ديالي، تمنعت من طرف يعني الحراس ديال التلفزيون، الحراس الخاصين باش ما ندخلش العمل. دخلت معركة طويلة اللي تقريبا دخلت الآن العام الرابع، يعني العام الرابع وأنا كنصارع مع هذا الناس في المغرب. حاولت ندير لقاءات تضامنية بحال هذه اللقاءات في المغرب، درت 57 لقاء، يعني درت جرادة، تاوري، تبركان، وجدور، العيون، يفني، ما يعني ما خليت مكان ما درت فيه لقاء تضامني في المغرب. مشيت كذلك لإسبانيا، درت جوج لقاءات دوليين في إسبانيا، قضيتي تم تناولها في التلفزيون ديال إسبانيا، في إذاعة صوت العرب، في جريدة القدس العربي، إذاعة مونتي كارلو هنا في فرنسا. يعني القضية ثلاث سنوات وحنا بحال يعني كنخافوا يعني الحيط. اليوم ما كاينش حد في المغرب اللي ما عارفش قضية الصحافي فلان، كيف ما كاين القضايا أخرى ديال القاضي الهيني مثلا أو قضية محسن فكري، أو كاين قضية ديال صحفي اللي هو يعني عرفوه حوالي 20 مليون مغربي واللي تطرد هكذا بدون أي سبب، فقط لأنه ما كيركع لهذ المسؤولين وعنده شخصيته كيدافع عنها ويحترم يعني خدمته. الحمد لله داخل التلفزيون لمدة 14 سنة، يعني غطيت في المكسيك، غطيت في الشيلي، غطيت في الولايات المتحدة الأمريكية، غطيت في فرنسا، غطيت في هولندا، غطيت في فلسطين، غطيت في ليبيا، موريتانيا، غطيت في أمريكا، خمسة جولات ديال المفاوضات بين المغرب والبوليساريو. بعد 14 سنة يجي الإنسان يعني يلقى راسه في الشارع، ولاده مشردين بدون أي راتب، المقالات الصحفية كيف ما تحدثنا قبيله يعني كيكتبوا مقالات كيقولوا هذا الشخص يعني انفصالي وبوليساريو والأمن معاهم، يعني بعض العناصر في الأمن معاهم، لدرجة أنه كان بعض القضايا اللي يعني كان تواطؤ واضح ديال بعض عناصر ديال الشرطة في الموضوع. يعني تم اعتقالي في شهر 1/2016 بدون أي سبب، وفي النهاية لقينا بأن هذه الشكاية تم حفظها لي، قالك لأنه ما عارفوش المشتكى به. في نفس الوقت واحد النهار هرسوا لي سيارتي في أكادير، وجات الشرطة العلمية وخذوا البصمات ديال الناس اللي هجموا على السيارة، وفي النهاية كيقولنا البوليس بأنه ما عرفناش هذا صاحب البصمات. كاين عملية نصب واحتيال اللي دارت واللي تم إقحام فيها اسم الملك بأنه اللي جرى عليا من خدمته هو الملك، ورغم ذلك هذه العملية اللي دامت 22 شهر في التحقيقات بين النيابة العامة وبين الشرطة 22 شهر يعني عامين، في النهاية هذاك النصاب يجيبوه ويعتار بأنه انتحر صفة محامي ويطلقوه ويحفظ الشكاية، وهو اليوم يتجول في أكادير بدون أي يعني أي متابعة. كاين قضية أخرى هي الصفحة ديال فيسبوك اللي سموها كل ناضد ضد الخائن الراضي الليلي، واللي جابوا فيها 19 منشور اللي فيها يعني صور ديال راية الجزائر، وتصاور ديال محمد عبد العزيز، وتصاور ديال مريم الحسن، ودرنا شكاية كذلك عند المحكمة، ومشات للبوليس ودوزت عندهم 7 أشهر، وفي النهاية كيجي جواب من الأمن بأنه ما قدوش يجبدوا شكون اللي كري هذه الصفحة، يعني هذا جهاز الأمن اللي كترجع له المخابرات العالمية باش يجبدوا يعني إرهابي ما عارفين كاين، ما قدرش يجبد شكون اللي أسس هذه الصفحة الفيسبوكية، لأن عارفين بأن اللي وراها هم هذا الأشخاص. فأنا بعد هذه المعركة كاملة في المغرب جيت لفرنسا، جيت باش نطالب حقوقي من هنا، والحمد لله يعني تلقيت مع وجوهكم، وتلقيت مع سي عمر ومع مجموعة من الإخوان، وسي فوزي ما شاء الله غادي يلتقوا مع مجموعة من الفعاليات الأخرى باش نسترجع حقوقي، إذا كنت فعلا مواطن يعني يطالب حقوقه، لأنه أي واحد اللي يعني ما عنده حق راه بالتأكيد ما يمكن يدافع عنه. اسمحوا لي أنني اختصرت لكم هذه القضية، لأن هي القضية فيها 4 سنين،
يعني من صراعات ومن مشاكل، ولكن انا حاولت ان نختصرها لكم باش تفهموا فقط جزء منها. فنتمنى ان شاء الله نكون ما نكون ثقيل عليكم، ونتمنى ان شاء الله انكم ما تنسونا بالدعاء. شكرا، الله ينصرك.